وصلنا دونك للليسي نتاعنا اليوم لودي ار اس 5 اقوى فيرسيون اللي موجوده في العالم تاع الاس 5 فاست باك كهرباء ممتازه ياسر قوه غير عاديه 450 زيت عندو دي عندنا لي فيرسيون سبور هي الجام اس موجودين لي اس 3 اس 4 اس 5 اما فما اقوى منها هي الجام ار اس ار اس للرين سبور يعني بالالمان اولترا سبورت هما كراها بعديها في الشكل نتاعهم دي برلين اما ينجموا بفضل موتورهم ينافسوا ويجاريوا مع دي سبورتيف من الاحسن وقود في العالم كيما دي بورش استون مارتين وحتكشي فيراري بور سيغتان فيرسيون الوغ دوكوني لافونتاج اللي عندنا هي القوة لا بويسونس نتاع ان سبورتيف والفضاء تاع ان برلين خمسة بلايص افيك دي بيرفورمانس اكسيبسيونيل لي ار 5 هذي اقوى من البورش 911 كاريرا معناها احسن منها في قدراتها بلو بيرفورمانت ونحسوا القوه هذه الكل كي نغزروا لها دوب من نغزروا لها بالكالومب هذه اوني داباي البوكليي اللي مخدوم برشا مكتوب عليه هوني كواترو خاطر هي كادرو موتريس اما نرجعوا لها من بعد شويه عندنا زاد على الموديل نتاعنا فول بلاك توت اوبسيون دي جونت 20 بوس اتريي روج واحسن حاجه اللي تعجبني انا موجوده من التالي هي الخاصيه تاع لي ار اس لا سورتي ديشابمون اوفال واحده من كل جهه خاصية الأخرى اسمه مليح من داخل نعرف روحنا في ان فيرسيون تري سبور اكسكلوزيف فورمة الكلاسي الفولون زاد بالالكانتارا مي بلا يعني الباز نتاعو هوني مستوية ودي لوغو ار اس في البلايص الكل هوني على الفولون بعد البواط دو فيتاس على الكراسي حتكشي المفتاح اون فيرسيون دوك اكسكلوزيف سينو كوسا حتى اوبسيون توا بانوراميك فيرتوال كوكبيت هوني عندنا زادا اون اوبسيون هما لي سيربيكيو روج على الفولون على الكراسي حتكشي لي سانتور هوني بالاحمر و دي زانسير دو كربون موديلنا اليوم ينافس كراهب المان كيفو بي ام دبليو ام 3 ولا المرسيدس سي 63 ام جي عندنا هوني ان في 6 مع جي في 8 اما قوي ياسر اقوى من قبل 450 زيله جاوب فيسا تخي بيرفورمون اسمه مليح 600 نيوتن متر ا 1900 تور مينوت معناها جاوب فريمون ا با ريجيم عندنا ان بواط اوتوماتيك بتبيع 8 فيتيسات اللي تتحكم في القوه هذه الكل فضل هي نجمو نسوقو الكرهبة بالسياسه كيما توا كوندويت عاديه يوميا اما تنجم تولي اون فواتور دو سبور دوب من حبو دوب من ننزلو على الاكسيليراتور كما برشا كراها توا بليزيوغ مود دو كوندويت منهم الديناميك احسن واحد نتيجة 3 ثواني وشوية من 0 ل 100 كم في الساعة نوصلوا في اقل من 4 ثواني 100 كم في الساعة و 300 كم في الساعة اون فيتاس ماكسيموم كي نحيو البريد الكترونيك على عكس الموديلات ام موتور سبورت نتاع بي ام دبليو دونك لي ار 5 ماهيش اون بروبولسيون اما اون تراكسيون انتيغرال كادرو موتريس القوة دونك الكل تتعدى على العجيلي الاربعة مستحيل تهرب بينا الستابيليتي خارقة العادة خاصة كي نخطفو الدورة بسرعة اون فواتور دو كورس صوت مش عادي حتى تعرف اقوى حاجه في الكهرباء هذه قول في الشكل نتاعها البراني والداخلاني هو الصوت هو اللي يعطي زيد متعه دي زاكسيليراسيون قويين زيد يمشيو معاه
retour de flamme pour des échappements libres en soute Martoum et SL. Les palettes au volant pour le modèle MT en Akbar, Akbar mais les versions Adyen, où on fait les compteurs. On a les indicateurs de la puissance ou le couple. Là, je m'arrête à me chauffer. À l'état. Le kbir, on a le cockpit virtuel qui m'appelle tout comme on un GPS. ولكن هذا هو كهرباء قوية ياسر خسارة ماهيش موجود منها في تونس وخسارة حتى كان جات موجودة راهو سومة غالي ياسر بالديوانة والدينار اللي تاح برشا بالكش تولي تقرب بالمليار تلصق للكياس فريمون لي كادرو موتريس هذم يباتلو حتى في سرعة عالية Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم باش نعاود نفس الكلام اني سي اكسكلوزيف كهرباء غير عاديه دايوغ نشكر برشا ايمن بوغ سيت ايسي ميرسي انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه بوغ دو نوفو ايسي سلام